دي المدن الذكية هننتقل فيها من أو هنمر بيها بتقنية البيم للسم برعاية بيم إريبيا. هكون مع حضراتكم مهندس محمد بدوي سينيور أركيتكت بي ام بي اند لي جي اي. وحضرتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها عن المدن الذكيه، هتكون عن محورين رئيسيين: المدن الذكيه والتكنولوجيات اللي غيرت بشكل كبير في صناعه التشييد. الجزء الاول هنتكلم عن المدن الذكيه، ليه احنا محتاجينها، ايه هي المدن الذكيه، ازاي بتتعمل، ازاي نعمل سمارت سيتيز وسستينبل سيتيز من خلال سيتيز انفورميشن موديلنج بالتكامل طبعا مع البيم في البدايه، وتطوير مفهوم البيم ليشمل السم. وبعض الساده الحضور مشكورين، سالناهم عن السم وجاوبوا بانه سيتي انفورميشن موديلنج اهم التكنولوجيات اللي غيرت بشكل كبير في مفهوم صناعه التشييد، وغيرت الطريقه اللي احنا بنبني بيها بزياده التكامل باستخدام اقصى امكانيات التكنولوجيا زي الاي او تي والاي اي والروبوتكس والسنسورز، الانترنت الاشياء، السجال الصناعي، الروبوتات والسنسورز. ليه احنا محتاجين المدن الذكيه دلوقتي؟ الموضوع ليه علاقه بالتعداد السكاني، الزياده الرهيبه في تعداد السكان. سنه 1960 تعداد السكان في العالم كان 3 مليار، في سنه 2016 وصل ل 7.44 مليار، زياده قدرها تقريبا 1.5 مره ونص في 56 سنه. لو شفنا السعوديه كمثال تاني في نفس الفتره الزمنيه اللي هي برضه 56 سنه، التعداد السكاني وصل من 4 مليون ل 32 مليون، يعني تضاعف في حدود او في حوالي 7 مرات في نفس المده الزمنيه. وبالتالي بعض الاحصائيات اللي بتقول ان كل يوم المدن بتزداد بما يقارب 150 الف نسمه نتيجه الهجره او المواليد الجديد، وبالتالي اصبح فيه هناك طلب كبير جدا على الموارد والطاقة والهواء النظيف. ولأن المدن معظمها اللي كانت مصممة بالتعداد السكان الماضي أو السابق أو yesterday population باستخدام التكنولوجيا الماضي الـ yesterday technologies، بدأت في الانهيار بشكل كبير في تحقيق المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتعداد السكان الحالي. أشكال الصور لمدن كتير معظمنا لمسها بشكل يومي في الزياده السكانيه الرهيبه وتعداد السكان اللي المدن ما بقتش قادره تستحمله لانها مش مصممه لكل الكلام ده. الانفراستراكشر، البنيه التحتيه، ليها تاثير كبير في تحول المدن لتصبح مدن ذكيه. نكمل مع بعض احنا ليه محتاجين المدن الذكيه. بحلول عام 2050 66% من تعداد السكان متوقع ان هم يعيشوا في المدن، 66% من العالم متوقعين ان هم يكونوا في المدن. وبالتالي المدن مهمة جدا والاهتمام بيها شيء ضروري، لان في تحدي كبير جدا للحكومات والمدن لتوفير الطعام الآمن والمياه النظيفة والطاقة اللازمة والاهتمام بالثلاث جوانب الرئيسية للتنمية: الاقتصاد والبعد الاجتماعي مع البعد البيئي. أهم المحاور اللي بتعتمد عليها المدن لحل المشاكل أو عشان تكون مستدامة وذكية: الطاقة والنقل والخدمات العامة للمواطن والمياه وكذلك قطاع المباني والمساكن. حسب منظمة الصحة العالمية انه تلوث الهواء بشكل كبير بيؤدي الى تقريبا ما يقارب 5% وما يزيد عن 5% من الوفيات، وان 92% من تعداد سكان العالم بيعيشوا في اماكن نسبة التلوث في الهواء فيها زايد عن المسموح به من منظمة الصحة العالمية. وبالتالي المدن الجديدة سواء ذكية او مستدامة عليها ان هي توفر حلول او تقدم وعود للمواطنين ان هي تحسن لهم جوده الحياه، توفر لهم فريش ووتر وكلينر انرجي والنقل بشكل
في كفاءة من نقطة لأخرى مع الأمان والراحة. في عام 2017 حضرت وشاركت في مؤتمر للمدن الذكية، المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية، واللي كان الصراحة بيهدف لتطبيق مفاهيم المدن الذكية. وضحنا أو توضح في المؤتمر إن التحديات الحالية عدم وجود تصور واضح لمفهوم المدن الذكية، وده مش بس في المؤتمر ده، هو بشكل عام، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، الحكومات أو المنظمات أو شركات الكهرباء، المية، البلدية، كل واحد في معزل عن الآخر، مفيش تنسيق ما بينهم. عدم جاهزية البنية التحتية، زي ما ذكرنا البنية التحتية لها مهم كبير لتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتقدم العديد من الأنظمة والتشريعات اللي بتحول دون الوصول للمدن الذكية. المدن الذكية كان هدف المبادرة تحويل 5 مدن لمدن ذكية، وده كان سيؤدي أو هدفه منه إن هو يؤدي إلى جذب استثمارات وتحقيق تنمية حضرية وارتفاع معدلات الازدهار وتحسين كفاءة إدارة المدن، ومن أهم الأشياء سرعة تقديم الخدمات للمستفيدين، ده هدف كبير من أو هدف أساسي للمدن الذكية، وترشيد استهلاك الطاقة طبعا من خلال التطبيقات الذكية، ونشر ثقافة الابتكار، واللي بيعتمد على المواطن أو السيتيزن بشكل كبير جدا في المشاركة والمشاركة في عملية تحويل المدن الذكية. إزاي الكلام ده هيحصل؟ من خلال وضع سياسات عامة وطنية لتحول المدن الذكية، ووضع استراتيجيات لتحويل 5 مدن بحلول عام 2020 لتكون مدن ذكية، وبناء نماذج للشراكة مع القطاع الخاص، تطوير الأنظمة والتشريعات عشان تتناسب مع المكونات المدن الذكية، والبدء في تنفيذ مفاهيم ومكونات المدن الذكية في عدد من المدن، للبدء في تطبيق مفاهيم المدن الذكية. وكان ضمن الرؤية المملكة 2030 إنه يكون عندهم 3 مدن سعودية ضمن أكبر أو أفضل 100 مدينة في العالم. إيه المدن الذكية؟ إيه أول حاجة بتيجي في بالنا أو في تفكيرنا لما نتكلم عن المدن الذكية؟ لو حضراتكم تحبوا تشاركوا معايا في الشات كده، ناخد كم جواب كده من حضراتكم، لو حد يحب يشارك بيه ايه اللي بنفكر فيه لما نسمع كلمة مدن ذكية. سريعا لو حضراتكم، مش قصدي مدن، قصدي تعريف، يعني ايه المدن الذكية، ايه هي، يعني بتعني ايه، تعريفها، مدن موفرة للطاقة. اوكي، كل الخدمات مؤتمة، تمام، أوكي، مواصلات أكفأ، أوكي، ممتاز، مباني المدن تحقق راحة حرارية، تيسير سبل الحياة، صديقة للبيئة، مدن مخططة في أنظمة ذكية، ربط إلكترونية، سيارات ذاتية للقيادة، تمام، ممتاز، جميل جدا، جميل جدا. الصوت والوصل، مهندس عادل، لو في حد الصوت تاني مش واضح، ممكن تكون المشكلة عند حضرتك، بس تعمل ريفريش. كل شيء مرتبط بكل شيء، خدمات إن شاء الله. صوت كويس، تمام، توفير السرعة والراحة، ممتاز، شكرا جزيلا، كفيت ووفيت، وإن شاء الله نكمل. المدن الذكية تعرفها إن هي بتعظم وبتستخدم كل الإمكانيات التكنولوجيا المتاحة لحل المشاكل الكبيرة الخاصة بالتنمية والاستدامة والزحام والمواصلات واستخدامات الطاقة، وده كله بهدف تطوير وتحسين جودة الحياة، وعشان تقدم خدمات أفضل للسكان، quicker access to healthcare، وصول أسهل للخدمات الصحية، وmore integrated transport، خدمات مواصلات زي ما حضرتكم ذكرتوا متكاملة، وبالطبع هتكون أقل تلوث.
المدن الذكية عالميا مفيش تعريف متفق عليه ليها، ولا زالت في كثير من المدن تتسم بمرحلة أو فكرة بمرحلة عدم الوضوح، بس معظم الناس متفق عليه إن هو تطبيق الديجيتال تكنولوجي في خلال كل وظائف المدينة. ولما بنقول كل وظائف المدينة نعني حرفيا كل الوظائف الموجودة في المدينة، وطبعا من خلال بروسيس وعدة خطوات بحيث ان المدن تكون مريحة اكتر ومتلائمة اكتر وقابلة للعيش، وبالتالي تكون قادرة على الاستجابة بشكل اكبر للتحديات الكبيرة اللي ذكرناها اللي بتتعرض ليها من خلال التعداد السكاني المتزايد. استخدام خدمات الجيل الخامس، طبعا لو هناخد امثلة على المدن الذكية هنتكلم أول حاجة عن سنغافورة. سنغافورة الحقيقة فيها تطبيقات كتيرة جدا، ومن أوائل أو تعتبر هي كان ليها المبادرة في استخدام أو إنها توصل للمدينة الذكية الأولى في العالم، وحققت أفضل تقييم من في الأربع أقسام الخاص بالنقل والصحة والأمان والإنتاجية، وقللت بشكل كبير الزحام في الشوارع، استخدمت تقنيات الفيديو والكاميرات المراقبة للحد من الأنشطة الإجرامية، استخدمت ديجيتال بلاتفورمز وريموت مونترنج ديفايس عشان تزود وتحسن الهيلث كير أو الأساليب الصحية وخاصة لكبار السن. فهنتكلم سريعا على بعض التطبيقات. الحقيقة الكلام عن كل تطبيق محتاج افراط شويه، بس هنحاول سريعا مع بعض ناخد فكره كده عن اداره المصانع عندهم مثلا زي بلديه او هيئه ومدينه نيوم في السعوديه. تمام مظبوط. والحقيقه كان في ليها سلايد بس عشان الوقت هنحاول نتعداها بما ان حضراتكم معظمكم متعمق في الموضوع. اداره المصاعد بحيث ان هم لو عندهم حوالي 24 ألف مصعد، فادارتهم بشكل كبير اعتمد على السنسور بحيث ان هم يتنبؤوا بالاعطال قبل ما تحصل ويجربوها ليلا، وبحيث ان هم يتلافوا الاعطال دي قبل ما تحصل. كمان اعتمدوا على السنسورز في اضاءة الوحدات السكنية للممرات اللي عشان توفير الطاقة ما تكونش شغالة طول الوقت، بس تستخدم لما حد يعدي او يستخدم الممر، وبالتالي وفروا بشكل كبير. استخدموا الخلايا لتوليد الطاقة اللي هي الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، ويستخدموا لها استخدامات كتيرة. بيعرفوا لما تكون كلها متربطة بسنسورز، بيعرفوا اللوح اللي ما بيولدش طاقة يبقى ده عطلان بيروحوا يصلحوه، من خلال بيعرفوا كمية الطاقة لو كتيرة فيعرفوا إن الطقس، يتابعوا حالة الطقس إن الحرارة شديدة، لو في غيوم بتقل عندهم فبيعرفوا. استخدامات كتيرة في تحليل النقل وتخطيط المرور، استخدامات كمان سيميوليشن عشان يعرفوا أفضل توجيه للمدن للمباني واختيار أماكن المنتزهات من خلال عمل سيميوليشن للرياح، وكمان من خلال السيميوليشن الحراري أو التحليل الحراري بيقدروا يعرفوا يحطوا فين أماكن الجرين روف أو الجرين جاردن في المباني، في الأماكن القليل التعرض للشمس أو الأقل، والأماكن الزيادة يحطوا فيها خلايا تكون قادرة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الأشعة وتحويلها. الاستخدام الأسلوب بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي والسنسورز بالذات لأنهم عندهم مشكلة كبيرة في كبار السن، ابتدوا البرامج التقنيات الذكية اللي بيستخدموها يعملوا باترن، يعملوا نمط كده لكبار السن اللي موجودين لوحدهم في المنازل، بحيث ان الباترن ده لو اتغير بيقدروا يبعتوا رسائل لأبنائهم في الشغل أو جيرانهم يلحقوا. ايه هي الأستاذ عبد الله مش هتعتقد ان هي المدن الذكية؟ هنشوف من خلال شرحنا المدن الذكية والأمثلة المتاحة نقدر نشوفها ونقدر نحكم على أي حاجة إن هي ذكية أو لا.
مدينة سيول كان عندها مشكلة في المخلفات، كانت بتزيد بشكل كبير. استخدموا نظام متكامل بالجي اي اس والاي او تي ان هم يخلوا الكلام ده كله رقمي، بحيث ان هم يكون عندهم اسلوب لمراقبة مستوى ملء الحاويات، وبالتالي يقدروا يشوفوا او يرتبوا الميعاد المناسب لتفريغها. هنتكلم ان شاء الله عن التكنولوجيا اللي استخدموها. في خلال الثلاث شهور بس، تكلفة العملية دي قلت بنسبة 83%، وهي حلوا المشكلة الكبيرة اللي كانت موجودة بسبب تكدس النفايات وعدم وجود أسلوب منظم إدارة المخلفات. في برشلونة برضو لقيوا إن عندهم مشكلة كبيرة في المرور، بسبب 40% منها بيحصل بالسواقين اللي بتقعد تدور على أماكن للركن. وفروا نشروا في المدينة كلها سنسورز تتعرف على الأماكن الفاضية، ومن خلال تطبيق على الموبايل الذكي تقدر تعرف أنت فين المكان الفاضي وتروح تركن فيه، ومتحدث لحظيا يعني. وده بالتالي أدى إلى بشكل كبير لتحسين المرور والحفاظ على البيئة بتقليل العوادم اللي بتطلع، وإن هم بقى عندهم باترن بيعرفوا الناس محتاجة تركن بشكل أكبر إمتى وهكذا. مدينة لندن برضو استخدمت في نظام لتخفيف الازدحام المروري، وده من خلال استخدموا حوالي 15,000 ديتكتور مع تنظيم إشارات المرور الوقت بتاعها على حسب الاستخدام أو الاحتياج الفعلي، بحيث إن لو الشارع فاضي مفيش داعي الناس تنتظر لحد ما الإشارات تقفل وتفتح، لا على حسب اوبتمايزنج بالتايمنج شوية، وده قلل بشكل كبير أوقات التأخر في المدينة. بالنسبة للمترو، لقيوا إن هم لما المترو في عملية استخدام عملية الفرامل بيستهلك طاقة كبيرة جدا، أو في طاقة كبيرة بتتولد، فاستخدموا بعض العواكس لاستخدامها في توليد طاقة، ولقيوا إن هم من استخدام عاكس واحد بس قدر خلال أسبوع يولد طاقة كافية لتشغيل محطة المترو بالكامل ليومين. طبعا الأمثلة على دي كتيرة، في إنارة الشوارع اللي مش لازم تفضل شغالة ليل ونهار، بس ممكن باستخدام السنسور والتقنيات الذكية إن هي لما يكون في سيارات معدية تنور، ولما ما يكونش الشارع فاضي تماما تطفي، فيها توفير كبير للطاقة. التطبيقات الكتيرة المربوطة اللي تستخدم في تسهيل الحياة على المواطنين، ده برضو من الذكاء. بعض الدراسات بتشير إن المدن هتوفر في حلول عام 2021 ما يقارب من 19 بليون، ولكن في مقولة بتقول إنه عشان في بعض الأحيان عشان نوفر فلوس لازم نصرف في الأول شوية فلوس عليها، يعني لازم نصرف شوية على التكنولوجيا دي عشان نقدر نوفر كهرباء، نوفر طاقة، نوفر حياة أفضل بمميزات كل الموجودة اللي في المدن الذكية. التقنيات اللي هتستخدم بشكل كبير، البنك الدولي بيعتقد إن هي هتستخدم في إن هي تشغل المدن الذكية تقريبا حوالي من 7 لـ 8 تكنولوجيز، زي ما تفضلت حضراتكم وذكرتم ال 5G تكنولوجي، الاتصال بتكنولوجيا ال 5G، واللي بتصل لحوالي 60 ضعف أو 100 ضعف سرعة الاتصال بالإنترنت الحالية. تقنية زي البلوك تشين هنتكلم عليها هي والارتفيشال انتليجنس، السيارات ذاتية القيادة، استخدام الأقمار الصناعية متناهية الصغر لاستكشاف الفضاء، وبالتالي توفير النفقات الكبيرة اللي بتستخدم حاليا، البايومتريكس والبصمات الحيوية والدرونز.
ننتقل نتكلم شوية عن مفهوم البيم وإزاي اتطور أو كبرناه شوية ليشمل معاه المدن كمان. البيم زي ما حضراتكم عارفين بيرمز للبيلدينج انفورميشن موديلنج أو مانجمنت، واللي بيكون في الأساس كومبوزيشن بين ال 3D اوبجكتس والانفورميشن. الانفورميشن مهم جدا في البيم. البيم موديل لازم يكون معاه داتا مش فقط 3D عشان نقدر نقول ان احنا بنشتغل بيم صح وبنستفيد من البيم. اهم ما يميز البيم ان هو عملية مشاركة للمعلومات حوالين عملية البناء نفسها. في ناس كثيرة بتعتقد انه البيم للمباني فقط، وناس تانية بتعتقد ان هو يشمل عملية البناء بشكل كامل بما يتعدى المباني. المهم الموضوع ببساطة، موضوع البيم ان هو مشاركة البيانات sharing information، ونقدر منها نحصل على المعلومات في نفس الوقت، وقت صحيح وقت مناسب بشكل صحيح. ازاي بنستخدم ال 3D models؟ في استخدامات كتير زي الاظهار، ال visualization، ال clash detection، ال coordination، ال 4D modeling وال 5D modeling. المهم لينا في موضوعنا النهاردة هو digital twin، واللي هنتكلم عنه في السلايدات الجاية، واللي هيساعدنا بشكل كبير على فهم المدن الذكية، واللي بيعتمد عليه المفهوم City Information Model. البيم بيمكن كل الناس أو أي حد من أنه يحصل على المعلومات من أي وقت وفي أي مكان من خلال Common Data Environment أو Platform، بتكون كل المعلومات فيها مترابطة و Integrated Data Model. فكرة الكونكتد بيم بمميزاته الكبيرة جدا، اللي هو مصدر واحد للمعلومات، ما فيهوش فيه بيساعد بشكل كبير على اتخاذ القرارات والمشاركة والحصول على المعلومات في أي وقت ومن أي مكان وفي أي جهاز. وعملية الكونكتد بتتعدى في مفهومها لتشمل موضوع الكلاود. طيب احنا بدل ما نتكلم على المباني بس في البيم، نتكلم كمان عن السمارت سيتيز، سمارت هوسبيتالز، هاي واي فاكتورز. كل الحاجات دي مربوطه ببعض من خلال بلاتفورم واحده لاداره المدينه بشكل متكامل في بلاتفورم واحده من خلال الانترنت اوف ثينكس، فيما يسمى الكونكتد سيتيز. المدينه كل عناصرها وكل وظائفها مرتبطة ببعض من خلال السنسورز وإنترنت الأشياء. استخداماتها الكتيرة كتيرة الحقيقة في النقل ومراقبة مستوى المياه، وتطبيقاتها الكتيرة في الباركينج والبريدج انسبكشن. يعني بيبقى فيه زي سنسورز كده بتراقب الكباري وسلوكها، مش هننتظر إن هي تنهار وبعدين نبدأ نتحرك، لا، في بيبقى تنبؤ قبل الأعطال ما تحصل، قبل المشاكل ما تحصل. السيلف درايفنج كار، السيارات ذاتية القيادة، واللي شفناها بقت موجودة على أرض الواقع. الويست مانجمنت سنسورز، اللايتنج زي ما ذكرنا، الفاير ديتكشن اللي يبقى فيه حساسات للحرايق، ما ننتظرش ان الحريقة تحصل والناس تبلغ وما تبلغش عشان نبدأ نتحرك ونطفيها، لا، كل حاجة مربوطة ببعض على طول بيتم الإبلاغ عنها. الطاقة بيتم مراقبتها، السولار بانلز، سمارت لوجيستيك، الفيكلز كوميونيكيشن، كل العربيات متوصلة ببعض، فممكن ما نبقاش في المدن الذكية نحتاج إشارات، هي العربيات بتتواصل مع بعض وتتحدد مين اللي هيقف ومين اللي هيعدي. الدرونز واستخداماتها الكثيرة وهنتكلم عنها في آخر المحاضرة، كاميرات المراقبة والتعرف على الأجسام والويرابل ديتكشن ووسائل الاتصال فائقة السرعة. طبعا بشكل سريع عن الانتجريتد سيتي مانجمنت بلاتفورم، هيكون فيها طبعا كل حاجة
مكان لإدارة الحكومات وأماكن لمشاركة المواطنين، وانتجريتد بلاتفورم فيها مشاركة المعلومات واتخاذ القرارات بالتبادل في كل العناصر اللي قلنا عليها زي النقل والمواصلات والسيارات والسيكوريتي، كل شيء في مكان واحد مترابط بيساعد على إدارة المدينة بشكل متكامل. التكامل الكبير جدا اللي هيفيد في السمارت سيتيز بين الانفراستراكشر من خلال الكوردينيشن او الانتجريشن ما بين الجي اي اس والبيم. البيم لو هنتكلم عنه كبيلدنج بروسيس بيشمل عمليه البناء بشكل كبير، كان من الذكاء الصراحه جدا ربطه بالجي اي اس او الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم. من خلال التكامل والتعاون والارتباط بين الاثنين مع بعض، ده ادى لتكنولوجيا مهمه جدا ساهمت بشكل كبير في تحقيق مفاهيم المدن الذكيه. لان البيم هو في اعتماده بيعتمد على اساس على الانفورميشن كمان، فالناس اللي شغاله جي اي اس والشغاله اللي كانت تسال دايما على ايه العلاقه بين البيم والجي اي اس. فالتكامل الحقيقه اللي تم الاعلان عنه من فتره قريبه بين تقنيات البيم والجي اي اس ساهم وسهل بشكل كبير في تحقيق مفاهيم الذكاء. طبعا من افضل الحاجات اللي هو الربط بين كل ما يخص المباني وكل ما يخص المدينه، بحيث ان انا اشوف المبنى بتاعي في الكونتكست السياق اللي حواليه هيكون عامل ازاي، والناس اللي شغاله بيم والناس اللي شغاله جي اس تقدر تتعاون وتشتغل مع بعض في نفس المكان. وبالتالي يفيد المصممين بشكل كبير جدا ان هو لما يحط المبنى بتاعه هيشوف، عارف هو هيشوفه في النطاق العمراني اللي حواليه هيكون مناسب ولا غير مناسب. لو هنتكلم على الموديل اوف سيتي او المودلنج سيتي انفورميشن مودلنج، واللي انا بعتقد ان هو بشكل كبير هو مش مختلف كتير عن البيم، بس هو مجرد يعني تكامل او توسيع شويه عشان ما نبقاش بنتكلم بس عن المباني، لا هنتكلم بقى عن كل الامكانيات اللي بتدخل معانا للمدينه وكل التقنيات اللي ما كنا بنشتغل جي اي اس بنحتاجها معانا. الموديل اوف سيتي بيتكون من ثلاث ليارات اساسيه، لير لللايف سيرفيس الاستخدامات والتطبيقات الذكيه الخاصه بالمواطنين واللي هيستخدموها في الحياه اليوميه، و كذلك استخدام المدينة. الفاسيليتي لير اللير الخاصة بالخدمات زي المدارس المستشفيات المباني وهكذا، واللير الثالثة الخاصة بالإيربان انفراستراكشر واللي بقى نتكلم فيها عن الانرجي والووتر والموبيليتي وهكذا، ونشمل فيها كل الانفراستراكشر لير طبقات كل الموجودة في المدينة. وبالتالي مشاركة المواطنين من خلال تحديد المشاكل وترتيبها، ومن خلال بالإضافة إلى الداتا كوليكشن اللي هي هتكون بقى، لأننا عندنا مصدر واحد موحد للمدينة كلها، فهتكون معلومات صحيحة ونقدر نحصل عليها في الوقت الصحيح مع استخداماتنا لكل التكنولوجيا المتاحة واللي هنستخدم فيها التكنولوجيا المناسبة عشان نقدم الخدمة أو الوظيفة بشكل مناسب، وبالتالي نقدر نحصل على Optimum Solution وValue. لو عايزين نشوف خطوة بخطوة Step by Step Approach عشان نوصل للسمارت سيتي، فأول حاجة محتاجين كل حاجة تبقى Measured، عشان كده بنستخدم Sensors Network خلال كامل المدينة، كل حاجة بتبقى مربوطة بسنسورز نتورك، كل حاجة متصلة، والاتصال لازم يكون قوي ومتاح ومنخفض التكلفة عشان يكون كل الناس تقدر تشارك فيه وتستفيد بيه على مستوى المدينة بالكامل. مانجد وده من خلال ريل تايم اناليسز للكنترول اوف سيتي سيستم. كل المدينة عندنا ليها
مدارة ومراقبة بشكل لحظي مطابق للواقع integrated. هنجمع مع بعض كل الأنظمة المنعزلة، كل الوزارات، كل الحكومات، كل الشركات، كل ما يبقاش كل واحد شغال معزل على الآخر في المدينة، لا كل الناس مرتبطة ببعض. السمارت من خلال تطبيق تقديم أبليكيشنز للمواطنين في هيئة الخدمات اللي هي بتكون من خلال السوفت وير از ا سيرفيس. تشبيه جميل للمدن بالإنسان، المباني تشبه العضلات اللي فيها الأنشطة، والأماكن الخضراء والمنتزهات بتمثل الرئة اللي بتنقي الهواء، والشوارع بتمثل شرايين الإنسان. ومن خلال حواس الإنسان الخمسة بيقدر يوصل إدراك للمخ ويتفاعل مع البيئة المحيطة له. الكلام ده ايه علاقته بالمدينة؟ هم أخدوا فكرة نفس الفكرة تقريبا من خلال ربط المدينة كلها مع بعض ووجود السنسورز بمثابة زي حواس الإنسان اللي بتقدر تدرك البيئة المحيطة بيه. عشان نوصل لسمارت سيتيز من خلال التكامل زي ما قلنا بين البيم والجي اي اس والديجيتال توين اللي قلنا هنتكلم عنه واللي هو اساسي بشكل كبير في المدن الذكيه، مع تطبيق الثلاث تريبل بوتوم لاين اللي دايما بنهتم بيهم في السستينابيلتي: البعد البيئي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي. الديجيتال توين هي حاجه مهمه جدا عشان نقدر نعمل المدن الذكيه. هو بيكون نسخة طبق الواقع virtual model، نموذج مطابق للمدينة بيوضح فيها كل الخدمات اللي بتحصل من خلال السنسور، بتكون مراقبة لحظة بلحظة، عندها القدرة على التنبؤ والتحليل والإدارة، وإنها تخطط وتراقب وتتوقع وتفهم سلوك المدينة وكل الأنشطة اللي بتحصل فيها. هنا بيوضح عندنا الفيزيكال سيستم والديجيتال توين، النسخه بما يسموه القرين الرقمي او النسخه طبق الاصل من الواقع معمول على الكمبيوتر. كل اللي بيحصل في الواقع بيحصل على الديجيتال توين. الديجيتال توين حاجه اساسيه للسمارت سيتيز، ودي برضو ليها متطلبات انه يكون مفتوح للاستخدام open interface وأب تو ديت في كل وقت، هنلاقيه محدث للواقع، أي حاجة بتحصل في الواقع بتنعكس عليه. وهنتعدى في مفهوم إن إحنا نحكي بس أو نتكلم بس على المباني، لا إحنا هنشمل كل حاجة في المدينة وليس فقط المباني. ربط الواقع بالنموذج الافتراضي فيما يسمى بالديجيتال توين. الديجيتال توين تفاصيل أكتر شوية. في مقولة لإبراهيم لينكولن بتقول best way to predict the future is to create it. أفضل وسيلة إن أنت تنبأ بالمستقبل إن أنت تصنعه. يعني ممكن تكون قريبة في تصوري لنفس الفكرة، إنه عشان تقدر تتنبأ باللي بيحصل وتقدر تحل مشاكل ويكون عندك سيناريو موديلنج وسيميوليشن للي بيحصل في الواقع عشان تقدر تدير المدن بشكل كبير، لازم يكون عندك حاجة ملموسة تقدر تتحكم فيها، وده من خلال الديجيتال توين واللي بيعكس داخل المباني وخارج المباني وفوق الأرض وتحت الأرض، بحيث إن يكون في مشاركين كبيرة جدا وأشكال وأجسام متعددة، وبيمكنني إن أنا أقدر أعمل سيموليشن محاكاة وتحاليل لكل الوظائف اللي أنا محتاجها للمدة من خلال دايناميك ولينكابل بريزنتيشن للعالم الحقيقي، واللي بنقدر نتعرف فيها على الأشياء اللي بتتحرك. ده شكل هنا لتوضيح الخدمات في السيتي انفورميشن موديلنج، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض للشبكات، وبالتالي مش هنلاقي التعارض اللي هو شركات الكهرباء أو
حكومات الكهرباء ووزارات الكهرباء مش عارفة حاجات المية فين والتليفونات فين والغاز فين، وبالتالي بتلاقي الشوارع بتكسر 70,000 مرة عشان كل واحد يوصل الخدمات بتاعته. ده طبعا مش في المدن الذكية، في المدن العادية. تقنيات الارتفيشال انتليجنس بتتعرف على الأشياء اللي بتتحرك وبتسجل كل البيانات عنها. أمثلة للمدن اللي استخدمت الفيرشوال دي: فيرشوال سنغافورة، برلين، مانشستر، سان فرانسيسكو. ده فيديو التوين اللي عملته سنغافورة، طبعا انفقت عليه فلوس كبيرة جدا، مش فقط عشان يبقى عندها ان هي عمل 3D للمدينة، لا طبعا، هو كل ده الهدف منه ليه فوائد كتيرة جدا. ان انا عندي معلومات عن المدينة بكل اللي بيحصل فيها، اقدر اعرف معلومات عن اي حاجة في المباني، ارتفاعات، مساحات، اي معلومة انا محتاج اعرفها في المدينة، مساحات اسطح هيديها لي موجودة عندي في نفس الموديل، الاريا والمحيط والحجم لو عايز والادوار. نموذج متكامل للمدينة بكل ما فيها، حتى عدد السيارات، حتى عدد الشجر، كل حاجة في المدينة موجودة على الديجيتال توين أو الفيرشوال موديلات. طبعا الأندر كونستراكشن بيبان عندي تحديثه لحظيا، وحتى بقدر أدخل البيم معايا للي هو داخل المباني نفسها يعني. وبالتالي هو ده التكامل اللي المدن الذكية طالباه بين البيم والسيم. السيميوليشن بقى اللي بتكون عندي، والهدف الرئيسي للمباني ان انا اعمل مدينة 3D، ان انا اقدر احصل على تحليلات وسيميوليشن وقرارات. ده بالإضافة كمان لإدارة المدينة بشكل ذكي. طبعا الكلام فيه تفاصيل كتير عن طرق عمل ال 3D مابينج للمدينة، للفيجواليزيشن، ونبدأ نفصل في المباني ونقدر بعد كده نستخدمها للسيتي موديلنج بطبعا مستويات التفاصيل أو مستويات الديفلوبمنت المطلوب. طبعا أساليب كتيرة بتستخدم للكابتشرنج لل 3D باستخدام الدرونز عشان نقدر نحصل على نموذج متكامل 3D تكستشر، مش موديل، مش فقط صور بل معلومات في كافة عناصر المدينة. من خلال عدة مراحل بتستخدم الجي اي اس داتا والرياليتي كابتشر اللي هو وسائل كتير بتستخدم في زي الليزر سكانر، بان انت تاخد بوينت كلاودز للواقع الموجود ويتحول ل 3D. تقنيات كتيره منها الدرونز والليزر سكانر والشكل البوينت كلاود اللي بيطلع لي بحيث يكون مليان معلومات. باستخدام الدرونز اقدر احصل على ال 3D لاي مبنى قائم من خلال عمل روتيشن حوالين المباني على ارتفاعات معينة وحركة معينة. طبعا دقة الدرونز بتوصل ل زائد أو ناقص 2 سنتي، بينما صور القمر الصناعي فيها الدقة ل 30 سنتي. ال 3D سيم أو بيم بيكون متضمن عندي كل الصور عالية الجودة، مش فقط صورة بس، ممكن رسم كمان، وبيانات بقى مناسيب، أبعاد، خامات، كل ده بيبقى عندي. قوة البيم والسم في إن تكون كل حاجة موجودة في 3D، مش فقط أنا عندي شكل وخلاص 3D جميل، لا أنا عندي عايز أعرف معلومة، عندي القوة والفكرة كلها في المعلومات المتضمنة
جوه البيم والسيم. اوتوماتيكلي جنريتد 3 دي تكستشر من خلال درونز. الصوره دي مش صوره طبيعيه او صوره عاديه، الصوره دي كل الحاجات دي فيها 3 دي اوبجكتس، تقدر تعرف اي معلومات عن اي عنصر انت عايزه، وبالتالي الدرونز ليها تطبيقات وامكانيات كبيره جدا في عمل 3 دي ديجيتال سيتيز من خلال الدرونز. طبعا بيكون في بلاتفورم للمدينه، داشبورد بيتم اداره كل شيء في المدينه، بيعملوا تحليلات للمرور، بيعملوا تحليلات للطاقه واستخداماتها والتحليلات الحراريه، امثله على كده في عده مدن عندها داشبورد لاداره المدينه بشكل كامل، استخدامها في التحليلات الحراريه والتعرف على اماكن الجاز ليكج، استخداماتها في المرور بحيث ان هي لو في رحلاتها تتأخر بيبعتوا رسائل للناس يمكن تغير خط سيرها او وبالتالي يعني يقل الزحام ويكون في اشراك للناس وحفاظ على اوقاتهم. مؤخرا بعد كل الكلام ده كله نقدر نقول ان احنا مش محتاجين المدن الذكية، هو احنا محتاجينها بس محتاجين اكتر منها ان احنا يكون عندنا سمارت سيتيز، المواطنين هم السمارت وعندهم قدرة ونية على المشاركة في عمليات التحول للمدن الذكية. احنا كده الجزء اول جزء من المحاضرة خلص، ممكن هندخل على الجزء الثاني. تحبوا ناخد بريك شوية 2 أو 5 دقايق كده قبل ما ندخل على الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن التكنولوجيا اللي غيرت بشكل كبير مفاهيم صناعة التشييد في الوقت الحالي؟ ألف شكر يا باشمهندس محمد. ممكن الناس عايزة تواصل مش عايزة بريك. طيب تمام ممتاز، نواصل مفيش مشكلة نكمل. تمام، الأكثر أهم 8 تكنولوجيات غيرت بشكل كبير تصورنا وصناعة التشييد هي الـ8 تكنولوجيات دي: الذكاء الاصطناعي، الاوجمنتد رياليتي، البلوك تشين، درونز، 3 دي برينتنج، الفيرتشوال رياليتي، الروبوتكس، وانترنت اوف ثينجز. طبعا ناخد كل واحدة من دول بالتفصيل ونشوف ازاي اثروا بشكل كبير على صناعة التشييد. الـ AI والروبوتكس والانترنت اوف ثينجز تقدر تقلل بشكل كبير في تكاليف البناء بما يصل الى نسبة 20%. نقدر نستخدم الدرونز والفيرتشوال جوجلز عشان والميني روبوتس، نستخدمها في كل الحاجات اللي تحت الكونستراكشن واستخدامات الكاميرا بحيث ان نقدر نعمل بيها تراك للبروجرس. الذكاء الاصطناعي يقدر يخطط مسارات الاعمال الكهربائيه والاعمال الميكانيكيه في المدن في المباني، والشركات باستخدام الذكاء الصناعي تقدر تطور انظمه السيفتي بشكل كبير جدا من خلال الذكاء الاصطناعي. نقدر نحلل التقاطعات اللي بتحصل بين العمال والمعدات، وتقدر تدي رسائل تنبيهيه للمشرفين والمراقبين بخصوص ما يتعلق بعمليات السيفتي واخطاء التشييد والبرودكتيفيتي، زي ما هنشوف في السلايد الجاي ازاي بمعدة صغيرة جدا كاميرا ليزر سكانر تقدر تقول لنا نسبة الانجاز كام وتتعرف على الاعمال اللي اتنفذت، ولو في حاجة متأخرة او متنفذة غلط تبعت للقسم المسؤول عنها تقول له عن المشكلة.
كمان الاي اي له استخدامات كتيره في تقليل الكوست وتقليل المخاطر وتقليل الاخطاء المحتمله والاصابات اللي ممكن تحصل وترتيب الاولويات بالنسبه للاستثمار على حسب احتياجات الشركه. في الفيديو ده هنشوف امكانيات الذكاء الاصطناعي والدرونز اللي هي الطائرات اللي اتكلمنا عنها من خلال معده صغيره زي دي بتستخدم الليزر سكانر تقدر تطلع سلالم تروح في اماكن صعبه في التشييد تسحب بقى تعمل ليزر سكانر او تحليلات حراريه لكل الاعمال اللي في الموقع تقول لك ده ايه كميته قد ايه تكلفته كام اعمال ميكانيكيه نسبتها كذا البرودكشن ريت الاكشوال والتارجت وتقارن ما بينهم وتديك كمان قيمه الاعمال دي قد ايه ولو في حاجه متنفذه غلط تقول لك عليها عمالة بتحسب النسب الإنجاز الفعلية تقول لك فيه هنا إيرور معين في الجزء ده مفروض يتنفذ ومتأخر كده عن البرنامج الزمني المكان ده فيه تأخير وبالتالي هتبعت بقى رسالة للمشرف تقول له أنت عندك حاجة متأخرة عن الجدول الزمني. الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن سوفت وير أو خوارزميات برمجيات قادرة على تنفيذ المهام اللي بتتطلب بشكل كبير ذكاء الإنسان واللي هو يعني محتاج خطوات وسنس مشاعر أو ده من خلال عمليات أوتوميتنج اللي تقدر تاخد كومبلكس ديسيشن ميكينج تاسك. على سبيل المثال الحاجات التكنولوجيات اللي بنشوفها بتقدر تتعرف على speech recognition التعرف على الحديث الترجمات تقدر تاخد قرارات problem solving pattern recognition تتعرف على الباترن. الـ AI مش تكنولوجيا مفردة لوحدها هي مظلة أو concept بيشمل او بيتم فيه بيرتبط بعدة مفاهيم اخرى وعدة تكنولوجيات اخرى زي الماشين ليرنينج بتتعلم نفسها بنفسها يعني بتقعد تتعلم من البيانات اللي بتتعرض لها تقدر تفهم وتحلل وتخطط وتاكت يعني تاخد قرار لما تتعرض لبيانات جديده. على سبيل المثال في المستشفيات من خلال اللايبراري الموجوده للسكان ايمجز تقدر بسرعة كبيرة جدا وبدقة تحدد المشاكل بناء على الهيستوري اللي عندها او الباك جراوند اللي عندها فيما سبق. شركات التأمين مثلا تقدر من خلال الديجيتال والاوتوماتيك ريكوجنيشن تحدد الاضرار اللي في السيارات لوحدها بدل لما تتصل بشركة تيجي تقرر ومين الغلطان وتروح تقرر الاضرار تقدر الاضرار وبعدين تراجع شركات التامين لا ممكن كل الكلام ده يحصل لوحده تقدر تتعرف عليه شركات التامين. شركات السكيورتي كمان تقدر تتعرف على فك الباسوردات من خلال الفويس ريكوجنيشن او الفيس ريكوجنيشن. تطبيقات كتيره للارتفيشال انتليجنس في الكونستراكشن يقدر يوفر معايا ان الكوست ما يزيدش استخدامات كتيرة شفناها في الجنريتيف ديزاين تكنولوجيات البيم بيخفف معايا الريسك بيستخدم كمان في البروجكت بلاننج كمان بيحسن الانتاجية بشكل كبير. ليه استخدامات كبيرة في الكونستراكشن سيفتي يقدر يحدد لي ويوصف لي فين الليبر شورتج او نقص الانتاجيات بيجي منين نقدر نستخدمه كتير في عمليات الكونستراكشن اللي محتاجه تكون اوف سايت التعامل بشكل كبير مع البيج داتا في الكونستراكشن وبيستخدم كمان في البوست كونستراكشن. انترنت اوف ثينجز انترنت الاشياء واللي اتكلمنا عنه هو مهم جدا لترابط كل الاشياء مع بعض وده بيكون هو الترم بيوصف الشبكه من الاوبجكتس والديفايس والفيكلز كلها مترابطه مع بعض من خلال سنسورز وسوفت وير
مرتبطة بشبكة مع بعض وليها قدرة حسابية، بتقدر تجمع المعلومات وتتبادل البيانات من خلال الإنترنت بدون الحاجة لتدخل الإنسان. الإنترنت أوف ثينجز بتجمع البيبول والأماكن مع بعض، البروسيس والبرودكتس من خلال السنسورز، واللي بتعمل كابشر واناليسز في خلال من خلال حلقة لتضاعف أهداف المدينة أو تحقق أهداف المدينة. وزي ما شفنا التطبيقات الكتيرة على دي في استخداماتها في المنازل، كمثال الثلاجة مثلا لو خلص العصير تقول لك العصير خلص، تحب أطلب لك من الهايبر ماركت وتطلب تقول له أوكي، يجي لك العصير بدرونز يحطه لك في حديقة البيت أو في قدام الباب، وهكذا. تقنيات كتيرة، لو سمح الوقت معانا فيديو ممكن نستعرضه عن استخدامات الانترنت اوف ثينجز في السمارت هومز في المباني. طبعا استخدامات كتيرة للانترنت اوف ثينجز، التعرف على الاشخاص والسنسورز الخاصة بالاكتيفيتي والماشين ليرنينج، التعرف على الأشياء والمابنج واستهلاك أو الفراغ مشغول ولا لأ، أو السمارت تكنولوجيز الخاصة بالإضاءة، واستخدامات كتيرة في النقل والمواصلات. Augmented Reality هو الواقع المعزز، إن هو إن أنت تحط الـ virtual، حاجة virtual أو حاجة خارجية تعمل لها إضافة بحيث إن أنت تشوفها في الواقع، زي overlay كده جرافيك، وده بيحسن بشكل كبير تجربة المستخدم بحيث إن هو يشوف الحاجة rendered display قدامه زي الصور اللي شايفينها مع بعض. ده فيديو بيوضح أو ده صورة بتوضح إزاي ممكن باستخدام augmented reality نشوف كل مسارات الأعمال وكل الخدمات موجودة عندي، وبالتالي ما يكونش في أي مجال للخطأ موجود، ان حاجه تكون مكان حاجه او يحصل اي مشكله. لما الامور تكون واضحه كده اعتقد صعب جدا ان نلاقي حاجه تنفذ بشكل خاطئ. ده فيديو بيوضح مثال augmented reality على الواقع، انت قدامك شايف النظام مثلا الصرف ازاي داخل المباني وشايفه بتستعرضه قدامك كانك موجود فعلا في المكان. الفيرشوال رياليتي دي بتحد من اصبحت ممكن تخلي كل حاجه ممكنه، ان انت تروح اي مكان وتتمشى كانك بتتجول فيه من خلال السيموليشن، كمبيوتر جنريتد سيموليشن 3 دي دايمنشن في ديفايند سبيس، بيكون في انتر اكت بينك وبين البيئة اللي انت موجود فيها في بشكل واقعي. ده طبعا ليه بيتطلب لبس معدات معينة زي النظارة المستخدمة للفي ار، وده ليه فوائد كبيرة جدا على التدريبات، مثلا تدريبات الطيارين، تدريبات العمال على المهمات الخطرة قبل ما يجربوها في الواقع، وبالتالي نقلل كل المخاطر المرتبطة بالحاجات. طبعا الفيرتشوال رياليتي اصبح متاح بشكل كبير عشان كل الاطراف المشاركه في المشروع تقدر تتجول في المشروع، وبالتالي نصل لفهم مشترك من جميع الاطراف وجميع المشاركين في المشروع. درونز الطيارات بدون طيار، واللي ليها استخدامات كبيره جدا ومهمه، وزي ما ذكرنا استخداماتها في عمل ال 3D ديجيتال سيتي، فهي بتكون طيارات بدون طيار وبتستخدم، ممكن نبرمجها أو نتحكم فيها عن بعد، نقدر نحصل منها على رفع مساحي، انسبكشن للأعمال في الموقع،
نراقب فيها الأعمال السيفتي، المينتيننس انسبكشن. السؤال عن الاوجمنتد والفيرتشوال رياليتي، هو الفرق انه الاوجمنتد رياليتي يعني على الواقع مثلا اللي قدامك انت بتحط بتظهر حاجه، يعني مثلا لو طبعت ورقه كده ومسكت الموبايل والورقه المطبوعه دي عليها مثلا مسقط افقي لمبنى، لو حطيت الموبايل كده هيطلع لك في الموبايل 3D للمبنى اللي هو على الورقة المطبوعة، تقدر بقى تلف الموبايل كده وتشوفه وتستعرضه. ده الاوجمنتد رياليتي اللي هو ده بيسمى الواقع المعزز، ان حضرتك بتشوف حاجة على في الواقع. الفيرتشوال رياليتي لا، انت بتلبس نظارة بتحس ان انت كأنك موجود فيها بقى، تقدر تتحرك وتمشي، بتحس ان انت بتتفاعل يعني جوه الحاجة نفسها. هم قريبين جدا من بعض بس كل واحدة في فرق بين الاثنين شوية. نكمل الاستخدامات الدرونز في الـ construction industry، نقدر نحصل منها على inspection ونقدر نحصل منها على تقارير بخصوص البروجرس، نقدر نحصل منها على صور ولايف فيد لحالة التنفيذ في الموقع والسايت لوجيستيك، ونقدر من خلالها نعمل ليزر سكاننج وثيرمال ايميجنج. الروبوتكس شفنا روبوتكس كتيرة بقت بتساعد في عمليات البناء. الروبوتكس هي الكتروميكانيكال ماشينز او فيرتشوال ايجنت، يعني بتكون اوتوميتد اوجمنتد وبتساعد في نفس الانشطة اللي بيحتاج يعملها الانسان، ودي ممكن نتحكم فيها من خلال برمجته او نديله بعض الأوامر من خلال كمبيوتر بروجرام. هي أصبحت بشكل كبير ليها مميزات كتيرة جدا وبتعمل جانب مع الإنسان بدون ما يكون ليها مخاطر على الإنسان أو أثر لإصابة الإنسان. طبعا تطبيقات كتيرة شفناها للدرونز للروبوتكس في البناء، ونقدر نستخدم برمجيات للحصول على اي شكل احنا محتاجينه واي عملية احنا محتاجينه. 3D printing، الطباعة ثلاثية الابعاد، بدأ يظهر عندنا مباني بتطبع بالكامل طباعة، زي ما كنا بنطبع زمان الورق كده، بقت المباني بتطبع عن طريق ليرات ليرنج كده، لير ورا لير بالماتيريال. لو تخيلنا كده حبر الطابعات زمان بتاع الورق، بقى الحبر بتاع طابعات المباني دلوقتي بلاستيك او ميتال او خرسانة، ومؤخرا بقى في جلاس وود كمان، زجاج وخشب نقدر نطبعه طباعة. فالتكنولوجيا دي اثرت بشكل كبير على صناعة التشييد، وعلى اللي هتكون هتزداد بشكل كبير في الفترة الجاية نظرا للحاجة الى عمليات التنمية اللي محتاجين لها بشكل كبير، زي ما قلنا في المدن الذكية لتلائم وتوفي الاحتياجات المرتبطة بالزيادة السكانية المتزايدة. دي صور لأكبر مبنى مطبوع في العالم لحد اللحظة دي، يعني فيديو بسيط بيوضح عمليات الطباعة، فكرة عمليات الطباعة بمواد قوية جدا، ونقدر نطبع الليارات بحيث نحصل على مبنى كامل مطبوع في الموقع وبشكل سريع جدا، أو معدات بتبني أي شكل احنا محتاجينه فكرة 3D print. آخر تقنية معانا هي البلوكتشين، زي ما قلنا هي أحد التقنيات اللي بتكون مستخدمة في المدن الذكية، وهو سيستم إلكتروني بيكون فيه سجلات بتستخدم في توثيق التعاملات بشكل موثوق وشكل إلكتروني.
بحيث ان كل السجلات دي لما بيتم مشاركتها بين الاطراف بمجرد ان المعلومات ما يتم ادخالها ما ينفعش تتعدل، وبالتالي هي ليها عشان اوضح او ابسط الفكره، مثلا ايه اللي يمنع شخص ان هو مثلا في حسابه في البنك $1000 ان هو يحوله لعشر اشخاص مثلا. الفكره انه لما اي شخص بيحول لشخص تاني خلاص بتسجل ان انت حولته، بينقص من الحساب. ما ينفعش بقى بأي شكل من الأحوال إن أنت تعدل في الموضوع ده وتقول وترجع في كلامك أو تعمل كنسل، لا خلاص ما بتتعدلش السجلات كده، وإلا كان ممكن تقدر بقى تحول لعشر أشخاص أو أكتر وهكذا. نفس الفكرة لقيناها في البيم 360 في جزء الديلي لوجز، برضو نفس الفكرة لما تدخل كل البيانات الخاصة بالديلي روبورت برضه ما ينفعش تعدلها خلاص. يعني ما ينفعش برضه ان انت بعد ما دخلت قلت عندك عمال كذا 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 في اخر اليوم تزودهم، يعني فده برضه مش متاح. يعني ده ببساطه كده فكره البلوك تشين، ووصلنا لنهايه رحلتنا. شكرا جزيلا على حسن استماعكم وحضوركم، واتمنى المحاضره تكون كانت خفيفه عليكم وقدرت افيدكم. نقدر نفتح الباب للأسئلة. جزاكم الله كل خير. أنا أستاذنا الكريم، شكرا حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا الله جزيلا. محمد الله يكرمك. أستاذينكم بس أيوة دكتورة أميرة تفضلي. السلام عليكم جميعا، بشكرك عليكم باشمهندس عمر، وبشكركم بشكر باشمهندس على المحاضرة الرائعة دي. بس انا اهلا بحضرتك يا فندم. انا الفكره ان الفيرتشوال رياليتي انا شايفه ان هو من الحاجات المهمه جدا، وبالذات في تخصص العماره، لان الطلبه محتاجه يعني دي تبقى نعمل عليها ورك شوب بصوره مكثفه. فكره ان هو يتخيل الموديلنج بتاعه الديزاين، لان كتير منهم بيشتغلوا على الورق او بيرسم على الورق ومش فاهم ال 3 دي كامل بتاع الديزاين بالكامل. يمكن حضرتك لما ربطته كمان بفكره ان هو مربوط بالبيم، البيم يعني زي ما حضراتكم عرضتوا في السيشنز اللي قبل كده ان هو بيربط لي المشروع بدولي بصوره حقيقه قبل التنفيذ. برضو الفيرتشوال بيخلي الطالب، انا بتكلم على مستوى الطالب يمكن عشان الناحيه الاكاديميه، الطالب يحس بواقع الديزاين اللي هو شغال فيه، علشان حتى كمان انت حضرتك فكرة تخيله هتخليه يتخيل فورم 3D لما يدخل في 3D printing، المشاكل اللي ممكن تقابله ايه، والoverlapping في layers ايه بتاعته. فاعتقد ان احنا محتاجين باشمهندس عمر workshop كتيرة في موضوع virtual دي، لان هي اعتقد انها بقت متطلب حتى كمان في العصر اللي احنا فيه، وربنا يزيح الغمة بتاع الكورونا. انا من وجهة نظري ان التخيل الشيء على الكمبيوتر 3D او 4D او whatever حسب الفيرجنز الموجوده دلوقتي هتسهل او هتحل مشاكل كتير احنا في غنى عنها اثناء التنفيذ. صحيح. مش محمد، فاحنا محتاجين رش عمل لو حضرتك تقدم كمقترح، يعني كفيرتشوال لوحدها تطلع بره ونبتدي نشوفها ونربطها بالبرامج. ايه البرامج دلوقتي ممكن تستخدمها، ان برضو هي هتحتاج تولز معينه في البرامج بحيث انها تفتح معاهم مداركهم ان ازاي يتخيل مشاكل التصميم عشان نوصل للتنفيذ. تمام. ان شاء الله دكتوره باذن الله نعمل محاضره مخصصه للطلبه باذن الله، ممكن نخليها طيب يوم الجمعه. تمام، انا بكلم مع حضرتك. طبعا انا يهمني ان الطلبه يعني عارف حضرتك باشمهندس احنا كلنا يمكن قليلين الموجودين، انا ما اعرفش طبعا كل الموجودين، بس نسبه الحضور من الطلاب ان كانت موجوده فهي نسبه قليله جدا، يمكن كلنا اكاديمي، وهي محتاجه توصل اكتر وتبقى يعني الصغير يحس بيها اكتر، لان هو اللي هيديني المردود على المشاكل اللي بنقابلها لما بيتخرجوا وينزلوا في المكاتب. بيبقى ما عندوش احساس بان لا يا دي مش مربوطه بالوراها، انت مش بترسم. جميل جميل. ان شاء الله ان شاء الله حضرتك ان شاء الله ممكن الجمعه الجايه اللي بعديها نعمل يوم خاص بالطلبه ونبدا.
بحيث ان احنا نبلغ الطلبه في اغلب الاكاديميات اللي احنا بنحضر فيها المؤسسات التعليميه، ويبقى حضور يعني بصوره مكثفه هتبقى محاضره للطلبه، لان انا بجي يعني بعد المحاضره تخلص بنعمل زي استبيان في اغلب اللي موجودين دكاتره الجامعه ومهندسين متخرجين بقالهم فتره، فان شاء الله يعني تبقى محاضره خاصه للطلبه نبدا من اغلبنا انتاتش بالبرامج وحسها واشتغلها. يمكن مش كل البرامج احنا كل يعني بقينا انتاتش في حاجات كتير، الطالب ما بقاش يعني لو انا قلت للطالب دلوقتي ان انت هتشتغل فيرتشوال هو متخيل طب ايه الفيرتشوال؟ هعمل بيه ايه؟ هو متخيل الفيرتشوال المفروض انها نضاره 3 دي عشان اشوف الحاجه، والموضوع مش كده، الموضوع اكبر من كده. ما هو ان شاء الله حضرتك باذن الله ان يبقى في محاضره خاصه للطلبه في اقرب وقت هظبطها مع المهندس محمد اشرف، وان شاء الله نبلغ حضرتك بيها باذن الله ونبلغ الدكاتره بحيث كل واحد يقول للطلبه وتبقى المحاضره خاصه بالطلبه باذن الله. بس في نقطه عايز انبه عليها، لان الطلبه بتعتقد ان البيم اهم حاجه وبيهتم بالحاجه 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وانبهر بيها وينسى القواعد اللي بتدرس في الكليه. يعني القواعد اللي بتدرس بالظبط اهم بكتير جدا من المنظر والشكل والحاجات دي. ايه لازمه ان الواحد يطلع لي شكل كويس والتصميم غلط او هو عامل تصميم مش مظبوط؟ فلا، لازم ناخد الحاجات اللي خدناها في الكليه والخبره العمليه والناس اللي اكبر سنا. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك يا شمس، ان هو لازم يبقى فاهم ان تخيله لل 3 دي موديلنج وهو بيعمل الديزاين 2 دي مراعاه للقواعد التصميميه اللي درسها هتخليه ما يقعش في اخطاء تصميميه، وبعد كده في المستقبل يقع في اخطاء تنفيذيه تودي في فدي المشاكل. فهي دي التولز بتساعده ان هو يطلع منتج تصميمي خالي من المشاكل او خالي من العيوب. هي الكلمة مش ابهار. الله ينور عليك، هي دي الكلمه دي بعد اذنك، هي دي اللي انا مركز عليها، ان البيم تولز وتولز قويه، بس في نفس الوقت الفكر نفسه هو ده اللي بيفرق بين واحد واحد. مفيش حد بياخد جايزه عشان سيد ان هو عمل شكل حلو وخلاص، لا، لازم يكون في فكر ورا الحاجه والقواعد اللي اتدرس في الكليه دي ما ينساهاش وحاجات زي كده. تمام. ايوه، هي كمان الفكره بشانس ان هو لازم الطالب يبقى فاهم ان كلما كان اصعب كلما كان اصعب. انا النهارده توصل للسهل هو ده اصعب شيء. لا ان شاء الله النهارده ان شاء الله اتفق مع الفريق يجهز المحاضره باذن الله في اقرب وقت الخاصه للطلبه، ونبدا نجاوب على كل الاسئله اللي هم عايزينها. نعمل لها اعلان بصوره كويسه ومطبوعات بصوره كويسه، بحيث ناخد عليها كونفرميشن تحضرها الطلبه بصوره، حتى لو على اكتر من ورك شوب عشان عدد الزوم على اكتر من سيشن، بحيث انها تضمن ان المعلومه وصلت كعلم يندفع به للفئه المرجوه منه. حاضر باذن الله حضرتك دكتور، باذن الله حاضر. اشكرك وشكرا لك على كل مجهود. اشكرك. شكرا يا باشمهندس. انا باشمهندس احمد. السلام عليكم، يعطيك العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا كثير مهندس محمد على هالمحاضره الرائعه، فوق الرائعة. يعني هي عبارة عن رحلة في المستقبل لصناعتنا، إذا واحد بده يختصرها بتسمية. بس أنا كان عندي تساؤل، طبعاً نحط الناحية التقنية. شكراً جزيلاً. الله يسلمك. نحط الناحية التقنية على طرف، وإذا جينا على مسألة البوليسز، يعني إحنا هلأ هون، يعني أنا بعطيك مثال هون ألمانيا. يعني إذا أنت لاحظت، وكان من الراعي للمؤتمر اللي أنت كنت حضرانه بالسعودية سيمنز، من الراعي الماسي. صحيح. وعنده هالتقنية أو عنده قسم كامل يشتغل بالسمارت سيتيز وبالحلول اللي بتقدمها. ولكن إذا جيت على وجهة نظر تطبيقها هون بألمانيا بتلاقيها كتير قليلة عنا. أنا بقول لك السبب معروف، لأن إحنا عنا هون شيء قانون كتير صارم بموضوع الخصوصية. يعني إحنا ب25/5/2018 نزل بأوروبا، وألمانيا كانت وراء القانون، هو حماية الخصوصية. يعني هلأ أنا بconstruction site تقدر تقول حجم، يعني بتقول 1.5 بليون يورو، بس ما ماني غدران ركب بالسايت كاميرات سدي. يعني إحنا هلأ بالسايت ما عنا كاميرات، او حتى لما بننزل هيك جوله ميدانيه على التنل اللي جوا بنقول له للعامل تحت او للمهندس المشرف او لاي شخص انه ندار، بس لحتى انا اقدر اخذ صوره للبروجريس ميتنج. فمن وجهه خبرتك ووجهه نظرك، كيف هاي النقطه عم يتم حاليا النقاش فيها بهالكونسبت اللي عم تعرضه؟
الحقيقة هو تطبيق أي حاجة في الواقع بيحتاج يعني عدة أطراف تكون مدركة فعليا لأهميتها وإيه النتائج والأهداف هنستفاد إيه لما نطبق التكنولوجيا دي. زي ما حضرتك ذكرت مثال إنه ما فيش إمكانية لأخذ صور، فده برضو راجع ل يمكن الأونر مثلا، لو مثلا تم توضيح له على سبيل المثال فوائد زي الموجودة اللي عرضتها، مثلا جهاز صغير جدا بيوثق الإنتاجية بشكل كبير، بيشوف فين الأماكن النقص وينبه بيها، ليه استخدامات مهولة ومذهلة جدا. بمجرد الأونر ما يعرف هو هيستفيد إيه من الكلام ده وهيعود عليه إيه، كمان بالتركيز على يعني هو هيستفيد من ده إيه ماليا، وهيسرع الشغل إزاي، وهنقضي على الكميات الهدر اللي بتحصل، والمعدات اللي بتتدخل مع بعض، والعمال اللي بتتدخل مع بعض. كل الكلام ده لما نقدر ننظمه هنقول له هنوفر كذا وكذا وكذا وكذا، وبالتالي نقدر نوصل للناس ان يا جماعة التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها دي مهمة جدا. وكان في محاضرة سابقة ليا برضو مع بيم اريبيا اتكلمنا فيها عن ان قطاع التشييد هو من اقل الصناعات في العالم اللي بتستخدم التكنولوجيا، وبالتالي ابتدت تبص لقطاع التصنيع اللي بي التقليل الهدري فيه مثلا بيوصل ل 49%، بينما قطاع التشييد لسه في 20%. وبالتالي عايزين نتعرف على تقنيات جديدة، أساليب جديدة في الإدارة، كونسبت جديد زي اللين لتقليل الهدر. إن كل التكنولوجيا اللي بنتكلم عليها لتطبيقها هي لأهدافها الكتير اللي بتوضحها، إن إحنا يبقى عندنا كنترول لنسب الإنجاز الفعلية ومتابعة دقيقة. يعني زي ما حضرتك شفت في الجهاز الصغير ده، هو لو عنده حاجة متأخرة عن البرنامج الزمني، مثلا ده التكييف ما تركبش، بيبعت رسائل مثلا للمسؤولين أو مهندس التكييف يقول له أنت متأخر عن البرنامج الزمني. فدي برضه حاجة متابعة دقيقة جدا، يعني ممكن الشرط اللي هيراقب البروجريس هيتابع بالدقة دي. فبالتالي احنا محتاجين نطبق التكنولوجيا دي عشان نسد العجز، لأن كل الأعداد الكبيرة اللي قلنا إن احنا محتاجين لها عدد السكان المهول في 2030 أو 2050، لو فضلنا نبني بالطرق التقليدية اللي احنا شغالين فيها دي مش هنعرف نحقق المطلوب، ولا نوصل، ولا نعمل المدن ولا مباني اللي تكفي تعداد السكان اللي جاي. فبالتالي لازم نغير كونسبت، نغير تكنولوجيز، نستخدم أساليب يكون في قلة خوف شوية من تطبيق أسلوب جديد. تطبيق البيم مثلا في مشروع لشركة أول مرة تشتغل بيم إيه المشكلة، وتجرب وكده. كل الشركات بتخاف من التغيير أو التغيير بشكل عام يعني، بس لما الناس بتعرف فوائده وقد إيه بيوفر الوقت وقد إيه بيوفر في التكاليف، فبالتالي الناس بتقدر تستوعب إحنا ليه محتاجين نغير ومحتاجين نطبق تكنولوجيا جديدة. صحيح يا سيدي، شكرا. هي العفو يا فندم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا سعادة توفيق استاذنا. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا جدا يا باشمهندس محمد على النافذه اللي فتحتها لنا ديت. على انا بقول نافذه لان ديت محاضره تعتبر ايه انترودكشن للسام. صحيح يا فندم، هو كل الصراحه كل موضوع او كل كلمه اتقالت في المحاضره هي مجال بحث كبير جدا وموضوع كبير نقدر نتعمق فيه بشكل مفصل. كل كلمه يا فندم عاوزه محاضرات لوحدها. صحيح صحيح. فانا بقول للشباب يعني لازم يكون في سباق مع الزمن. اللي ما اشتغلش بيم في العصر اللي احنا فيه، لما يجي بقى المدن الذكيه واشتغل مش عارف يشتغل سم ولا يعرف يتفاهم ولا يتعايش معاه. يعني احنا لازم بقت ضروره، ما بقتش رفاهيه ان انا استخدم البيلدنج انفورميشن موديلنج دلوقتي، بقت ضروره. صحيح. في وجهه نظري. وبالنسبه للسم يا فندم، يعني انا من ضمن القراءات اللي قراتها ان في ليفلز اوف سكيورتي،
يعني مش كل الانفورميشن هتبقى متاحه لكل الناس والا هيبقى في كارثه. طبعا 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 لان طبعا قال لك يعني مثلا في تانلز لليوتيليتيز تحت الارض، في مثلا فايبر اوبتيك، في خطوط اتصالات بتستخدم في النواحي العسكريه، لا يمكن يكون متاحه لكل الناس. اكيد فهيبقى في ليفلز اوف سكيورتي، هيبقى معروف مين اللي معاه ايه، عشان لو حصل اي انسيدنس او اي كارثه بيجيبوا الاشخاص اللي معاهم الايه المفاتيح الوصول للمعلومه يعني. طبعا طبعا يعني في حاجات، يعني احنا بنقول السم هيقلل الجرائم، الجرائم العاديه اللي هي في دماغنا، بس هيبقى في العصر القادم جرائم جديده برضو بتتعلق بالارتفيشال ايه انتليجنس، هتبقى جرائم ذكيه. طبعا هو الحقيقه زي ما يعني بنوضح للناس بس ان في حاجه اسمها سكيورتي، ما يخافوش ان هيبقوا بقى متصورين، واحد يقول لك لا ده انا كده هبقى مكشوف، يبقى الناس كلها شايفاني بالكاميرات ولا ده هيبقى برضو في سكيورتي، مش اي حد يشوف المعلومه. اه ممكن يصورك وانت جوه بيتك، بس مين هيبقى مش متاح لكل الناس يعني. فاحنا بنشكر حضرتك ان انت يعني فتحت لنا نافذه وجميله جدا وفتحت افاق، فارجو ان تكون الافاق دي واضحه لكل الناس، وان احنا ندي محاضرات اخرى باشمهندس عمر لو سمحت توضح يعني تفاصيل اكتر. الله يكرمك بعد اذن حضرتك يعني. الله يكرمك ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله. شكرا جدا على المجهود اللي انتم بتعملوه ده، ودي يعتبر يعني بصراحه يعني هي الحرب الحقيقيه اللي هي حرب التكنولوجيا دلوقتي، ان الناس تعرف المستقبل اللي جاي هيبقى فيه ايه يعني. الله يكرمك شمس. شكرا جزيلا ومستمتعين بحضراتكم. الف شكر. شكرا جزيلا باشمهندس سعيد. حياتي تعالى باشمهندس محمد. اتفضل اتفضل باشمهندس احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف الف شكرا باشمهندس محمد بدوي، حقيقه محاضره قيمه جدا استفدت منها كثير. انا تعليقي في النقطة الآتية، يا ريت تكلمنا أكثر عن السوفت وير اللي بتستخدم في مرحلة البلانينج، خاصة الترانسبورتيشن بلانينج، وبتكون بتحقق خلينا نقول إيش يعني، بعدين بنقدر نربطها مع التكنولوجيا دي على أساس إنه تحقق لنا السمارت الأهداف بتاعت السمارت سيتي. ايضا احنا شفنا يعني غير المجال ده، في المجال الصحي مع الكوفيد 19 كيف انه الصين قدرت تسيطر على الوباء باستخدام الديجيتال مونيتورينج وكده يعني، فمشكورين، يا ريت تفصل لنا في الحته دي. تمام يا فندم. بالنسبه لموضوع النقل يعني، هو الفكره بانها بتكون في سنسورز او حساسات بتنتشر على كافه انواع نواحي المدينه، الشوارع، حساسات في الطرق نفسها، في الاشارات، فبالتالي ده لما ينعكس على الفيرتشوال او التوين او بيقدروا يحصلوا على يعني تحليلات الزحام بيحصل امتى، اسبابه ايه، زي ما شفنا المدينه اللي كان فيها الزحام بسبب ان السواقين بتدور على اماكن الركنات، كل دي بتستخدم في التحليلات او بما يسمى تخطيط المرور. نعم ايوه تمام. بالنسبه للسوفت ويرز معينه، الصراحه انا يعني مش انفولفد قوي في موضوع المرور بسبب تخصصي يعني، ان انا مهندس معماري، فالحاجات دي بتتم ازاي بالنسبة لمواضيع النقل يعني، صراحة مش involved فيها قوي يعني. بس أيوة. هو هي ببساطة دي الفكرة اللي قلتها لحضرتك، ان كل الاشياء بيتم مراقبتها من خلال السنسور، وبالتالي بيكون عندهم دراسات يقدروا يعرفوا كمية السيارات اللي ماشية في الشارع قد ايه، اعدادها امتى، اسباب الزحام، وقت الزحام بيكون امتى وايه اسبابه، يقدروا يبتدوا يحللوا ويخططوا بناء على المعلومات دي، لانها يعني في الواقع او بالمراقبه بالكاميرات العاديه مش هنقعد نعد بقى في تسجيل فيديو كم سياره عدت وكده، لا بالسنسور بيديني بقى البيانات اللي انا محتاجها، ساعات اقدر اعمل كل الاناليسيس اللي انا محتاجها برضو ببرمجيات وسوفت ويرز وكده. ايوه بختار كل البيانات اللي انا عايزها اللي بتساعدني في ان انا اخد قرار، اعرف المشكله فين،
وابتدي اخد حلول وافكار ان انا ازاي اقدر احل المشكلة دي. تمام. السؤال الثاني حضرتك كان ايه معلش؟ كان بس الاستفادة منها حتى في المجال يعني التحكم في الكوارث الصحية زي ما حصل في الكوفيد 19. تمام. هو برضو من خلال حضرتك زي ما ذكرنا ان كل اطراف المدينة تكون متصلة مع بعض. سوينا عرض الحريق كده، فبالتالي نقدر مثلا يعني وليكن ان احنا نقدر نعرف مثلا الاماكن الفاضيه، السرير الفاضيه في المستشفى، في اي مستشفى عددها فين وكده. ده ممكن يسهل بشكل كبير انه ان الناس تقعد تدور على ازاي تعرف الاماكن الفاضيه المتاحه او السرير المتاحه في المستشفى فين، بينما لما يكون مثلا عندنا ابلكيشن على الموبايل بيوضح كل مستشفى فيها قد ايه مثلا عدد السراير فاضيه وهكذا. يعني حلول التكنولوجيه البرمجيات او تطبيقات الموبايل ما لهاش نهايه. أيوة بتنتج من حاجه الناس، احنا مثلا محتاجين نعرف ايه بنعرفه. في تطبيقات كتيره شفناها الصراحه هنا في بعض المدن، تطبيقات ذكيه زي تطبيق توكلنا مثلا في السعوديه، ده كان معتمد بشكل برضو أنتجته الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي. ده برضو بيتطلب أن أنت تشغل المكان بتاعك لسبب أن هو يحذرك لو رحت أنت مثلا على حي أو مكان فيه حالات ظهرت ينبهك وهكذا. يعني دي أنا شفتها خطوة ذكية كتير أن هو، وحاجة مفيدة الصراحة أنه برضو تعرف مثلا لو أنت رحت على مكان فيه حالات ينبهك ما خد بالك أن المكان ده ظهرت في حالات وهكذا. يعني أيوة. تمام. مشكور يا باشمهندس. مشكور. سؤال يا باشمهندس محمد، هل ممكن نحول المدينه حاليه لمدينه ذكيه؟ وتكلفه العمليه دي قد ايه؟ وهل يكون ارخص بناء مدينه ذكيه جديده ام تحويل المدن الحاليه؟ وشكرا جزيلا. مهندس محمد زيدان. بالنسبه لتحويل المدن القائمه، اكيد طبعا كل النماذج اللي احنا شفناها دي هي ما كانتش مدن ذكيه اصلا، مفيش مدن اتولدت ذكيه. فبالتالي الذكاء بينتج عن ان الناس بتشوف المشكله الموجوده ايه وتشوف ازاي هتحلها بذكاء. في مدن كتيره قدرت تطبق مفاهيم الذكاء، وهو الحقيقه بيبدا عشان بعض الناس سالت ازاي نبدا، فهو مثلا على مثال سنغافوره طلع رئيس الوزراء اعتقد قال احنا هدفنا ان احنا نكون نحول سنغافوره لاول مدينه ذكيه في العالم او افضل مدينه ذكيه في العالم. فبالتالي لما تكون في رؤيه طالعه من حكومه مثلا او دوله ان احنا عايزين نحول مدينه، هنبدا ناخد اجراءات ونصرف مصاريف. اعتقد الفيرتشوال رياليتي اللي عملوه سنغافوره يمكن افتكر 50 مليار دولار حاجه كده يعني على ما اتذكر يعني. فهم لو مش عارفين ازاي يعني ان الكلام ده هيفيدهم بايه، مش هيصرفوا كل المصاريف دي عليها يعني. التكلفه في يعني مثلا في بالنسبه لتكلفه ان المدينه تكون من البدايه تتخطط وتتنفذ، ده على حسب حاله المدينه الموجوده. يعني احد دكاترتنا في الجامعه الله يذكره بالخير كان قال لنا مدينه ما يعني بغض النظر عن اسمها، خبراء من اليابان جم عشان يحلوا مشكله المرور فيها ما عرفوش، قالوا ده اتفضلوا فلوسكم واحنا راجعين بلدنا مش عارفين نحل مشكله المرور عندكم. اكيد حضرتك عرفت المدينه دي. ففي بعض المدن لا ما مش هتقدر تعمل حاجه، هي متصممه ان هي تاخد عربيتين بالعافيه خلاص. لما يكون عندك 20,000 عربية هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في المدينة؟ ممكن في بعض الأحيان تكون ان تكلفة انشاء مدينة بشكل منظم ومرتب ومخطط له اوفر بكتير من ان انت تصلح في مدينة. وده ما يمنعش برضو ان في مدن كتيرة نقدر نحولها لمدن ذكية، على الأقل زي ما قلنا بتطبيقات موبايل بتعامل ذكي من المواطنين. حضرتك بتتكلم عن مدينه القاهره؟ بالظبط. تمام. هي مدينه القاهره يعني
اسم القاهرة سميت بذلك على اسم المريخ، كوكب المريخ، لأن هم كانوا بيختاروا اسم أيام الفاطميين المعز الدين الله، فقعدوا يبصوا كده فطلع المريخ، هم كانوا بيسموه القاهر، فسموا القاهرة على اسم القاهر يعني. هو دلوقتي برضه في مدن عربية نقدر نعتبرها سمارت زي مدينة مصدر في الإمارات، وفي دبي كمان تعتبر شغالين شوية تطبيقات كويسة بتسهل الحياة. هي كمان في جزء بيعتبر من جزء الذكاء ان هو كل التطبيقات ان تحاول يعني كل الخدمات الحكومية تكون من خلال التطبيقات الذكية، وبالتالي اي حاجة بتساهم في توفير احد المحاور اللي قلنا عليها، الخمس محاور المهمة، بتعتبر خطوة نحو الذكاء. الخمس محاور اللي قلنا عليها هنا سواء في الطاقة او النقل او الخدمات العامة او قطاع المياه او المباني، بيعتبر انجاز وتقدم نحو المدن الذكية. وده كمان يعني في حاجة مهمة جدا بالنسبة للموضوع ده، انه مش بس استخدام تكنولوجيا في لان يعني التكنولوجيا كل وقت بتتطور، لو اصبح الهدف بس هو تطبيق التكنولوجيا وخلاص مش هيكون فعال، لان التكنولوجيا كل شوية بتتطور. بينما الذكاء فعليا بيكون نشوف كل مدينة هي محتاجة ايه، المدن القائمة بالذات ايه المشاكل اللي فيها ونحاول نبدأ نحلها. المدن اللي هتتخطط وتتصمم وتبنى من جديد لازم لو عايزينها تبقى ذكية لازم ناخد في الاعتبارات تصميمها من البداية قبل التنفيذ، ولازم نوفر لها البنية المناسبة، البنية التحتية بالضبط زي ما المهندس عادل بيقول، البنية الأساسية أثناء التنفيذ كان يجب مراعاتها. تمام. هو في مشروع ممر التنمية بتاع دكتور فاروق الباز، وإن شاء الله يبدأ يعني من تحت خالص من الأقصر وأسوان، لأن يعني الصعيد أهم طبعا ولازم نهتم بيه، وكذلك سيناء، فإن شاء الله هيكون من برضو من الحاجات اللي هي مدن ذكية بإذن الله. ان شاء الله هناخد بس سريعا كده دكتور ابراهيم وباشمهندس عادل، وبعد كده ننزل استبان حل. السلام عليكم باشمهندس. شكرا دكتور. والله وانا يعني متردد السؤال، باشمهندس عمال يتكلم اخير عمال يجاوب على الاسئله بتاعتي، فيعني برضو مش عاوز يعني ما شاء الله عليه كل الحوار الاخير اللي قاله من شويه يعني كان في مضمون سؤالي، بس انا كنت حابب باشمهندس، طبعا انا اشتغلت سمارت سيتي كتير هنا الحمد لله في بعض المناطق وميديكال سيتي، يعني كنت بس اسالك طبعا بغض النظر عن السمارت سيتي، انت بتتكلم على مدينه سمارت بكل مكوناتها ومبانيها وخدماتها والكلام ده كله، في كيس لحلها ميديكال سمارت هوسبيتال، ميديكال سمارت سيتي ميديكال سيتي فقط، ماشي؟ فدي انا اشتغلت عليها برضو جزء تاني، ما جبتش انت سيرة فيها، بس انت ضميت كل الخدمات وكل المباني. الناس عايشة مهندس معذره، بس الصوت قطع من عندي شويه، لكن انا كنت حابك مدينه طبيه. أيوة. بتكلم على عيد السؤال تاني، اتفضل عيد السؤال ولا اتفضل اتفضل. الله يبارك فيك، مشكور اولا يعني ما على محاضره سعادتك، وعاصف يعني تشكرك عليها وانت اهل الشكر. بقول لحضرتك يعني السمارت سيتي بكل الخدمات بتاعتها ومبانيها ومن مدارس لجامعات لكل الخدمات اللي محيطه بالمدينه، انا كنت حابب ان انت تاخد كيس استادي للميديكال سمارت، بس ميديكال تمام ان شاء الله ميديكال سيتي لوحدها مدينه طبيه. لان انا اشتغلت على السمارت ميديكال ديت عجباني فعلا، يعني بغض النظر عن الكيس بتاعه السمارت سيتي شغالين بقى في الرياض هنا اوريدي، يعني داخلين في يعني تقريبا عدى منها 3 سنين، مدتها 10 سنين عشان تخلص. تمام، يا ريت لو حضرتك شاركنا برضو بخبرتك وتجربتك في
الحاجه اللي حضرتك مختص بيها دي هو بس، وان شاء الله نحاول النقطه دي نضيفها في محاضرات جايه. هو بس كان الهدف شويه يعني، بما اننا في مؤتمر البيم حبينا ندي الناس برضو فكره عن البيم وانه ازاي عايزين ندخل كمان السينما. ما شاء الله يعني هو اسبوع البيم يعني انا مهما اكلم انتوا الاساتذه بتوعنا في المجال يعني كلنا بنتعلم من بعض والله. الله يبارك في عمرك. فانا اقصد يعني هو يعني الصراحه الكلام على السمارت سيتيز يطول ويطول يعني، بس حاولت على قد ما نقدر. لا والله يا باشمهندس انا ما لا 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 توفيت وزي ما المهندس عادل قال يعني تمام شكرا. لكن هي فعلا يعني مزايا البيم موفره منتجه، مزايا كتير ما فيش عيب. انا مش شايف يعني، حتى لو انت شايف عيوب انا مش شايف عيوب، انا شخصيا اتكلم عليها انا مش شايف عيوب جدا يعني، كلها مزايا من ناحيه المعماري الانشائي المودرنج بكل انواعه، لحل المشاكل الموجوده، لبري ديزاين لافتر ديزاين للكونستراكشن وتفر لحد معمل هاند اوفر اوبريشنال كمان. وبالاضافه انها طبعا دخلت معاها الاف ام فاسيلتي مانجمنت مع البيم برضو، كان محاضره من كم يوم مع الباشمهندس الفاضل جزاه الله الف خير واخد بالك. فالفكره ان انت بتحاول ان انت توصل، انت عاوز تعايش الشخص نفسه او المواطن او الفرد في بيئه موفره لمتطلباته. صح. شكرا جزيلا يا فندم على المداخله. باشمهندس عادل تفضل. باشمهندس عمر، هو اجابه على سؤال حضرتك يا باشمهندس عمر، ان حضرتك بتقول هل كل المدن قابله انها تتحول الى ذكيه؟ او طبعا الاجابه لا، لان في مدن ممكن تتحول لو فيها بنيه تحتيه تستوعب متطلبات المدن الذكيه، يعني لو في تانلز متسعه للبنيه الذكيه بتاعه الاتصالات، في شوارع واسعه، في محاور مروريه معينه. لكن هم درسوا مثلا القاهره واسطنبول قالوا لا دي صعبه جدا انها تتحول الى ايه ذكيه. ولكن بقى الملاحظه العجيبه جدا ده، عملوا دراسه لقوا ايه الفرق ما بين المدينه الذكيه والمدينه الغير ذكيه اثناء التنفيذ. لو انت بتنفذ مدينه جديده وعاوز تعمل دي ذكيه او تعملها غير ذكيه، الفرق 10% في التكلفه بس. يعني انت لو زودت 10% هتبقى ذكيه، ولكن انت لو بنيت مدينه على انها مدينه عاديه وتيجي تحولها ممكن ما تعرفش تحولها، لان بيبقى في المباني نفسها جوه الجدران في مسارات للبنيه الاساسيه بتاعه الايه المدن الذكيه، في الشوارع، في خطوط الطاقه، كل حاجه بيتعمل حساب حاجه بسيطه قوي انها تبقى ذكيه. فهو 10% بس يخلوك مدينه ذكيه وانت بتنشئ، لكن مدينه قديمه لا، في مدن استحاله، وفي مدن يجوز زي برشلونه مثلا وزي هامبورغ اتحولت او يعني او جاري تحويلهم. اما مثلا اسطنبول والقاهره استحاله، ففي مدن يجوز وفي مدن استحاله وفي مدن بصعوبه، اما اثناء الانشاء الفرق بسيط قوي في التكلفه. انت ان انت تنشئ مدينه ذكيه، ولذلك المدن ال 14 مدينه جديده اللي بيعملوها في مصر معظمهم هيبقى مدن ذكيه زي العاصمه الاداريه وزي العالمين الجديده وزي المنصوره الجديده ويعني وزي شارع بورسعيد الجديده. كل المدن دي هتبقى ذكيه لان مش هتكلفنا فرق تكلفه كبير يعني. جزاكم الله خير. وشكرا على حسن استماعكم. جزاكم الله كل خير يا دكتور. اتفضل يا باشمهندس. الله يكرمك. جزاكم الله كل خير، واتمنى الناس بس تملى الاسم والايميل واي اقتراحات عندهم يقولوها. ونشكر باشمهندس محمد بدوي، جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ. الله يكرمك. شكرا جزيلا باشمهندس عمر، جزاكم الله خير واياكم يا رب. اللهم شكرا جزيلا لكل الحضور، واتمنى ان شاء الله ان المحاضره تكون استفدتم منها. و